في اجتماع عقده مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديد الميادين، لأن جملة من النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة. واعتبر رئيس الدولة أن من هم مدعوون إلى تطبيق هذه التشريعات يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها، فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وضعت قبل قيامها وفق ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية مساء أمس. وخلال هذا الاجتماع الذي تناول سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب بل لضرب السلم الأهلية. وأبرز في السياق ذاته أن الشعب التونسي قد أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه. كما شدد رئيس الدولة من جهة أخرى على أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، موضحا أن الحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا ينفذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية. وتم التطرق كذلك خلال الاجتماع إلى المشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية، على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رصدت اعتماداته منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية، أي بعد سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. ولفت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل على عديد المشاريع الأخرى، إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق أكد رئيس الدولة على أن المسؤولين الذين يلخصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.